بالنسبة للهدف يمكن ما كي يمثلش واحد الحاجة كبيرة بالنسبة لي، بكتر ما كيهم الفرق كل أن المصلحة العامة ديال الفرق كتغلب على المصلحة الخاصة ديال الديوي. فاحنا الآن في مرحلة الإعداد، يعني أنا ماشي كنهيئ راسي وإنما المجموعة ككل كتهيئ راسها. يمكن البارح كون سجل الحارس على مرمى راه الكل غيفرح لأن الهدف كان هو وننتصروا وندخلوا بمعنويات مرتفعة لكأس الإفريقية، خصوصا وأن المقابلة الأولى اللي لعبنا مع بطل إفريقيا يعني قدمنا مقابلة في المستوى ووصلنا للمرمى ولكن ما استطعناش نسجلوا. يعني كان الهدف عندنا هو نحيد هذيك الحاجز ديال التسجيل. فالحمد لله أن استطعنا البارح لأن الحمد لله ونسجلوا. كنتمنى إن شاء الله في المرة الجاية يسجلوا لاعبين آخرين، والمستفيد الأكبر هو الفريق الوطني، يعني بغض النظر على شكون اللي يسجل. الحمد لله يمكن من بعد 3 أيام أو 4 أيام كان مشكل، يمكن في التأقلم في درجة الحرارة، لأن كنا الصباح كنلعبوا في كن كنتدربوا في درجة حرارة اللي مرتفعة وفي المساء في درجة حرارة اللي هابطة. فكانت 1 4 أيام اللي شوية دازت صعيبة، خصوصا حتى في النعاس والديكالاج ديال الساعتين ديال الوقت على المغرب. كان شوية صعوبات في الأول، ولكن يمكن حاجة واحدة اللي للأمانة حاجة واحدة اللي كانت كتخلي الفريق يعني بدا كيتأقلم هو الجو اللي كان في المنتخب. يمكن ما حسيناش بالوقت لدابا، ما حسيناش بأن راه داز واحد الوقت كبير، لأن الكل جاي هنا عنده رغبة باش يمحو واحد الصورة وباش يرجع الثقه للشعب المغربي. فهذا هو الهدف الاول. يمكن خير دليل ان اللاعبين ما هضروش على المنحه الماليه بقدر ما هضروا باش يتكاليفوا، وهذا راه خير دليل ان المنتخب يعني كيعيش واحد الجو مزيان. الحمد لله.